مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله مهارات جديدة وصفات يا رب تنول إعجابكم، وبناء على طلب حضراتكم هنعمل وصفة كمان من الوصفات اللي طلبت مننا، بما إن بقى الزيتون الأسود بقى موجود إن شاء الله تعملوه وتبقوا مبسوطين بيه، ونتكلم على التريكس بتاعته. أول وصفة هنبدأ بيها النهاردة هي المبكبكة. المبكبكة على الطريقة الليبية، وأنا ببعت تحية لكل أهل ليبيا، عندي ناس كتير جدا حياة متابعين ليا على صفحتي الشخصية من أهل ليبيا، وبحيي كل أصدقائي اللي اشتغلت وتعاملت معهم من خلال يعني ليبيين في مصر، ببعت لهم تحية وسلام لحد ليبيا. والمبكبكة يعني أنا دقتها من إيديهم، وكان اللي عاملها رجال مش بنات، يعني مش سيدات، وبيتقال دايما هم بيروحوا الخروجة بتاعتهم أو الفسحة اللي بيتفسحوها بره وهم اللي بيعملوا المبكبكه دي بايديهم، فبيتقال ان الرجاله اشطر من السيدات في عمل المبكبكه دي. اوقات بيعملوها باللحم واوقات بيعملوها بالفراخ. النهارده احنا هنعملها باللحم، وهنبعت لهم تحيه وهنقول المقادير ونبدا نشتغل فيها مع بعض. اول حاجه عندي لحم متقطع مكعبات، عندي مكرونه، المكرونه مش هسلقها، المكرونه بيتعاملوا فيها وهي زي ما حضراتكم شايفينها مش مسلوقه. بصل مفروم، فلفل حار، عصير طماطم، صلصة طماطم، هريسة حسب الرغبة، زيت، مرقة لحم، وكركم، ومية مغلية، وطبعا بقدونس للتجميد، دي حاجة كده ايه ترجع لحضراتكم. طيب الحقيقة هما كانوا بعتولي قبل كده توابل ليبية جميلة جدا لونها أحمر، فلفل الأحمر، وال يعني ليها كده ايه توابل خاصة بالمبكبكة عندهم مختلفة عن اللي عندنا، لكن بتديها كده نكهة حلوة. أكيد كل بلد ليها اللمسة الجميلة بتاعتها. فخلينا كده نبدأ في أول خطوة، هنحط بقى كده إيه الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، هنحط كده شوية زيت، وهنبدأ نحط البصل ونشوح الإيه البصل واللحم. هزود هنا، مش عارفة ليه البوتاجاز عمال يصفر النهاردة. طيب شيل دي كده بعيد. طيب ماشي، بسم الله، هاخد كده البصلايه. طبعا البصل اول ما بنزل البصل بحط كده رشه ملح وفلفل عشان تساعد البصله تنزل الايه، وانا مش هكتر ملح لان انا عندي مرق برضو في شويه نسبه من الملح هستفيد بيه برضو. هقلب بقى كده، هنشوح تشويحه كده بسيطه للبصل. لا انا بشوف البوتاجاز بيصفر كل شويه ليه، سامعين؟ ايه يا عم خالد البوتاجاز بيصفر ليه كل شويه؟ يكونش واقف حكم النهارده وانا معرفش. طيب ماشي زي الفل. طيب بصوا، عايزه بس البصله تبدا تدبل كده وتصفر شويه. ليه بقى اتسمت مبكبكه؟ بيقولوا لي جوه في الكنترول عشان هي بتقعد تبكبك فقط بالاوقات، تبكبك بكبك تعمل كده بابلز وهي بتتصلصل، فعشان كده بيسموها مبكبكه. ماشي، نقلب بقى تقليبه كده، وبعدين هنبدا ننزل طبعا اللحم. حضراتكم زي ما انتم عايزين تعملوا اللحم او بدجاج مفيش مشكله، بس بصراحه احنا ايه قلنا نعملها باللحم. بحيي كل اصدقائنا اللي بيشوفونا من السعوديه ومن العراق ومن الجزائر ومن كمان تونس ومن المغرب ومن الكويت، في ناس كتير اصدقاء لينا يعني بيتابعونا من اماكن كتيره، وهم من الناس الحقيقي اللي بيتابعوا على طول، فانا برضو بحييهم، وان شاء الله نعمل لايف ونبقى دايما مع بعض باذن الله. بتبسط انه بيبقى فيه تواصل دايما بينا. بعدين هبدا انزل اللحمه بقى، بسم الله، انا بس عايزه اعلي هنا شويه اعمل حراره دبل كده. ايوه كده، علشان ايه تبقى الدنيا لطيفه. اللحمه طبعا لو هي كانت في الفريزر احسن حاجه،
لفك التجميد ان انا بشيلها احطها على رف التلاجة تحتها صينية او حاجة. واللحمة طالما طازة وفريش خلاص، انا الحقيقة ما بشطفش اللحمة، لان اللحمة طالما جاية طازة و يعني من عند الجزار واحنا عارفين مكانها وجاية تمام، انا ما بشطفهاش زي الكبدة. هي فكرة الكبدة، بس يمكن الكبدة الجملي شوية اللي ممكن ننزلها في مية، في ناس بتحب ساعات تنزلها في مية وخل، معلقة خل كده يعني ايه تطمن اكتر يعني الايه ليها. يعني هنبدأ بقى هنزل بقى اللحمة، نديها تقليبة حلوة كده لحد ما اللون يتغير ويبقى اللون الايه الرمادي اللي حضراتكم شايفينه. معلش انا هحط شوية فلفل بتدي كده طعم مع اللحمة، اللي طبعا عايز يحط بهارات ممكن مفيش مشكلة. يعني احنا ممكن على في مصر انا لو اللحمة هحط السبع بهارات، معلقة صغيرة مثلا. بصوا كده حاضر كده، وهنبدأ ناخد الكركم بحب اشوحه قوي في الاول لانه بيطلع النكهه بتاعته، وكمان بتفرز ماده الكركمين لان انا اي مع اي ماده حاره، واحنا حطينا فلفل اسود. وبعدين الفلفل وبعدين تعالوا بس الاول ننزل الايه الصلصه، بحب اديها كده بما انها فيها مواد حافظه، فنروح ايه مدينها هي الاول اول حاجه عشان انا هزود صلصه، وممكن ما ازودش صلصه لو الطماطم بتاعتي كويسه وجميله. خلاص الهريسه مش هحطها دلوقتي، هما بيحطوا العصير الاول الحقيقه، فاحنا هننزل العصير. بسم الله، عصير الطماطم طبعا لازم نسيبها بقى شوية لما تاخد سوا اللحم دي قدر الإمكان، علشان أول ما تيجي تبدأ تدخل على التسوية هنبدأ بقى إيه نفكر في المكرونة. هي يعني ميزتها جميلة، وعلى فكرة في ناس كتير قوي بتحب تعمل مكرونة دي. عارفين إحنا في الأفراح في مصر هنا في ناس كتير قوي بتعمل مكرونة الأفراح اللي هي المكرونة النية اللي هي شبه المبكبكة من الألف للياء، بتحطها في الصوص من البداية وتسويها وتفضل تقلب فيها لحد ما يتظبط الايه الطعم، تلاقوها كده ليها طعم مختلف. حاضر نعمل بس كده، ايوه، ونزود النار هنا. وممكن احط معلقه الهريسه دي، انا حاطه معلقه واحده بس اهو، هسيبها بس تغلي غلوه كده حلوه، ولما اجي اضيف المكرونه ممكن ازود شويه مرق اذا احتاجنا عشان ما تبقاش الصلصه تقيله قوي، لازم هزود شويه مرق. هتطلع احلى مبكبكه ان شاء الله، بس طبعا لا يعلى على التوابل الليبيه بتاعتهم الجميله اللي كانوا بيجيبوا لي منها علشان اعملها على طريقتهم حقيقه. يعني هم ناس كرمه جدا ويعني ايه الوصفه دي عاده، وحتى كان عندهم كمان وصفه جميله جدا اسمها البطاطا المبطنه. بطاطا يعني زي البطاطس، احنا بنقطعها لصينيه البطاطس عريضه كده وبنقطعها دواير، هما بيشقوا كل دايره وبعدين بتتنقع في ميه وملح وبعدين تطرى، فما بتطرى بيحشوها هما باللحمه المفرومه وبعدين يحطوها في بريدنج كده وتتقلي وبتبقى جميله قوي برده، ليها طعم حلو كده ومن الوصفات الحلوه. انا هبدا اغطي القمر دي بسم الله، ونصبح كده على مدام منال. صباح الفل. الفل جمال. حبيبة قلبي ازاي حضرتك؟ ازاي عاملة ايه؟ حاجتيني والله. والله حضرتك أكتر، عاملة ايه حبيبة قلبي؟ الحمد لله الصحة جيدة الحمد لله، أنت أخبارك؟ وتسلم إيديكي على المجدات. تسلم يا حبيبتي، ربنا يخليكي. النهاردة هنخلي الزيتون الأسود الكلمات.
والله. طب ما شاء الله. ان شاء الله يعجبك والله. هو طريقته جميله وهو منتشر دلوقتي، وهينزل بعد الكلاماتا حاجه نوع كده من انواع اسمه البيكوا، اللي هو واحده وواحده، ليه كده شكل جميل كده بنشتريه برضو بالسوبر ماركت، لكن انتوا هتعملوه في البيت احلى بكتير ان شاء الله. وعايزين كمان كنافه البنادق يا شيف عظيمه، هعمله الاسبوع اللي جاي ان شاء الله بامر الله. يوم الاحد الجاي مدام منال هعمل البولوبيف ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبه قلبي، تؤمري. الله يسعد قلبك زي الفل انت وكل الموجودين معاكي. صباحك رضا من رب العالمين يا فندم. تسلميلي تسلميلي، نورتيني وشرفتيني يا فندم. طيب انا بقى هنا سايباها، بصوا تبدا بقى تاخد، لازم ادي بقى تسويه للحم شويه. طبعا الصوص هيبقى جميل، طعم المكرونه هيبقى مختلف. بصوا هي وصفات شويه مختلفه، يعني لازم نقل الثقافات، ده مهم قوي، وان احنا نجرب وصفه كده حلوه. في الاخر الولاد بيحبوا المكرونه. تعالوا بقى نشوف كده الزيتون. طيب خلينا بقى في اللي احنا عاملينه ده في جنب. الزيتون، ادي الزيتون اللي في السوق، طبعا ده من انواع الزيتون الحلوه، احنا جايبينه من مكان محترم، وبنبعت تحيه للناس البائعين للخضروات والزيتون، الناس المحترمه اللي ما بتجيبش اي حاجه. فخليني برضو ابعت له تحيه، عم ناجح في عابدين. اللي عايز يسالني يقول لي وانا اقول لكم على الصفحه جبته منين. بصوا الزيتون جميل ازاي، انا بنقعه في ميه، لازم الزيتون يتغسل، وخلوا بالكم منه ما يتخدش. يعني ايه؟ واحنا بنغسله ما نخدشوش، يعني ما نخليش الطبقه اللي بره تبقى مجروحه. خلاص الزيتون الاسود سهل وبسيط جدا. هاتي حضراتكم المقادير، الملح المظبوط اللي انا شايفه انها مرضيه لكل الاذواق. اللي عايز يزود او بيحب الحاجه ملح قوي ده موضوع تاني، هيزود عن المعيار ده، بس المعيار ده مظبوط. طب اعرف منين انه مظبوط؟ حضراتكم بتجيبوا من السوبر ماركت، ليه طعم معين للزيتون. الزيتون في السوبر ماركت مملح زياده، انتوا هتاخدوا الطعم اقل منه حاجه بسيطه. يعني المعيار بتاع الملح اللي احنا هنقوله دلوقتي هيطلع مظبوط، لان انا دوقت اصدقائنا دلوقتي في القناه قبل ما ادخل، قلت لهم دوقوا الزيتون البيتي اللي معمول ودوقوا اللي احنا جايبينه من بره جاهز. قالوا لي اللي جاي ده حادق قوي اللي بيبقى بره، لكن اللي حضرتك عاملاه ده يعني ملحه مظبوط. فدي اللي هنقول على مقادير 5 كيلو. لو عايزين تجيبوا 5 كيلو زيتون، 5 كيلو بياخدوا 400 جرام ملح، يعني ال 2 كيلو ونص، احنا عاملين مقادير على 2 كيلو ونص هنزلها دلوقتي، 2 كيلو ونص بياخدوا 200 جرام. على الميزان اوزنوه بكيس الملح، عشان اكياس الملح بتختلف، في اكياس ملح بتبقى 400 جرام وفي 600 جرام وفي 200 جرام، في على حسب يعني. فحضراتكم اوزنوا بالميزان، واوزنوا الزيتون بالميزان بعد ما تغسلوه ويعني ويتنشف ويتصفى، اوزنوا عشان تعملوا المعيار مظبوط. في طريقتين للتخليل، طريقه اولى وهي طريقه ان احنا بنحطه ومعاه كميه الملح بس وما بنحطلوش لا ميه ولا اي حاجه. الطريقه دي بتخلي الزيتون ده يبقى اسرع شويه في الوقت، ما ياخدش وقت طويل قوي. هي ان هو بعد اسبوع او 10 ايام بالكتير بتلاقوا الزيتون نزل ميه، الملح ده نزل مع الزيتون والتفاعل وراح منزل ميه. الميه دي لازم كلها نتخلص منها، ان هي اللي خدت المرار بتاع الزيتون وخدت كل حاجه مش مظبوطه. فبروح شطفاه وابدا اعمل له محلول جديد، بدوقه الاول اشوف الزيتونه لو لسه ناقصها نسبه ملح بزود لها، مش ناقصها خلاص يبقى انا هحط عليها ميه وشويه من الخل. حوالي بقى يعني لو على 5 كيلو هنحط مثلا كوبايه خل على البرطمان الكبير. طيب هعمل بقى طريقة تانية، ودي الحقيقة أنا جربتها بالنسبة لي مختلفة عن الأولانية، عشان لما تبحثوا في الفيديوهات على اليوتيوب تلاقوا فيه طريقتين مختلفتين، الطريقة اللي أنا قلتها لحضراتكم دلوقتي وطريقة اللي أنا هعملها بالطريقة التانية. اللي هي هناخد بقى الزيتون، طبعا البرطمان لازم يكون جاف ونظيف ويكون يعني معقم، وبعدين هاخد كده الجلافزات وناخد دينا. صباح الفل، ازي حضرتك يا رب؟ اهلا اهلا على عيونك حبيبتي، صباح الفل عليك يا روح قلبي. بنشوفك بنبقى زي الفل كويسين وفرحانين. يا رب يسعد قلبك حبيبتي، يا رب يسعدك دايما وتسلم ايديكي. وانا بس عايزه اتكلم على الشياكه شويه، بس مش هقول لك يعني كل يوم كده كتير. حبيبتي ربنا يسعد قلبك، كلك ذوق والله يا حبيبتي يا دينا. حبيبتي ربنا يخليكي. بس اسالك على البطاطا اللي بالبشاميل، يعني لو بس تقولي لي طريقتها زي الطبيعي اللي بنعمله في المكرونه وكده، ولا بيبقى ليها طريقه ثانيه؟ بس البشاميل بيبقى مسكر بيبقى حلو. اوكي هقول لك التركات دلوقتي حالا. يا ريت ربنا يخليكي. عينيا روح قلبي، تسلمي ايديك يا حبيبتي. تسلمي يا روح قلبي، شرفتيني نورتيني، بصيلي الاماريه بتاعتي.
انا يا تسلم عينيك يا روح قلبي. بصي بقى، البطاطا بالبشاميل انا بصراحه البطاطا بحب اعملها كالاتي: بقشرها بالمقشره زي بتاعه البطاطس، وبعدين بروح ايه مقطعاها مكعبات كبيره، بحطها في حله، بحب احط مع البطاطا دي معلقتين او مكعبين ثلاثه زبده زي ما بعمل القرع العسلي كده، ومثلا معلقتين ثلاثه سكر، وبهدي النار خالص. لو عايزه تضيفي ربع كوبايه ميه او نص كوبايه ميه مفيش مشكله، وهدي النار كانك بتعملي رز هادي خالص. وبعدين هي بتنزل ميتها وبتبدا يعني تستوي، وتبقي تعرفي تعمليها بيوري. شويه الميه اللي هيتبقوا لك دول يا زينه انت مش هترميهم، انت هتصفيها، وهتاخدي شويه الميه دول هنبدا ناخدهم نعمل بيهم شويه بشاميل. طب ناخد مدام سوريا من استراليا حبيبه قلبي. حبيبتي حضرتك اكتر، حبيبتي مدام سوريا. انا بحاول اطلب كذا مره مش عارفه اوصل يا روح. الحمد لله ده من حسن حظي. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي لي. تسلم ايديك على الحاجات الجميله اللي بتعلميها لنا يا حبيبتي، كل يوم بتورينا حاجات جميله. الله يسعدك يا روحي، تسلمي لي تسلمي لي. قولي لنا الجو عندك برد ولا ايه مدام سوريا؟ لا احنا هنحتاج الصيف. والله ما شاء الله ما شاء الله، على خير ان شاء الله، على خير على خير يا روح قلبي. يا حبيبتي على خير يا رب. طبعا فرق التوقيت كبير قوي يا حبيبه قلبي، احنا سهرناكي النهارده بقى، سهرناكي كده. لا ولا اهم حاجه ان انا اشوفك واطمن عليك يا حبيبتي. ربنا يخليكي لينا يا رب، ما نتحرمش منك ولا من سماع صوتك. يخليكي تسلمي لنا. وانا ما بتحاولش اكلمك عشان اقول لك كلام يا حبيبتي. يا روح قلبي الله يسلم عمرك. امين يا روح قلبي، امين، ولا في حضرتك ولا في السامعين يا رب العالمين. امين يا روحي، تسلمي لي حبيبتي، تسلمي لي. قوي قوي اللي كلمتك يا حبيبتي. انا اسعد، انا اسعد حبيبتي. كل اللي حبيبتي يوصل بيسلموا على حضرتك. شكرا لحضرتك جدا، تسلمي مدام سوريا، شرفتيني ونورتيني. طبعا البرطمان ده مش هياخد الكميه اللي انا حاطه عليها الملح، بس عشان انا عامله زيه في البيت فانا عارفه ان ده هياخد مني 100 جرام. عشان بس ايه نبقى واضحين، حطيتش غير الملح بس. بصوا بقى هاخد كده بس ايه ممكن من الاسترتش، او لو في اكياس ثلاجه نحط كيس ثلاجه هقفله كده، وده هسيبه. انا بصراحه ده مش هياخد الوقت اللي على الخمسة كيلو، في ناس بتسيبه شهرين اقل حاجه، انا هسيبه شهر ونص. ده البرطمان الصغير ده هسيبه شهر واحد، يعني اربع اسابيع، وممكن قبل على حسب نوع الزيتون برضو، لكن هياخد له شهر. بصوا بقى انا هقفل كده، وبعدين قبل ما اعمل كده بصوا لازم اعمل ايه، لازم بقى ادوب الملح ده، يعني ايه افضل اعمله كده لحد ما ادوب الملح ده خلاص، اما ما الاقيش خالص اثر للملح. تمام، الملح الخشن مفيش منه مشكله، بس هيحتاج ان احنا نعمل، لا الخل ما بيتحطش في المرحله الاولى يا ندى، الخل ده في المرحله الثانيه، مفيش خل في المرحله الاولى خالص، المرحله الاولى ملح بس، سواء ملح عجاف وزي ما انا حطيته كده. فانا ليه بعمل الملح الاول، بحط كميه الملح بتاعتي، لان انا لو دوبت الملح في ميه ممكن قوي البرطمان ما ياخدش كل نسبه الميه بالملح، فانا هبقى كاني بالظبط هدرت نسبه من الملح بتاعتي انا كنت محتاجاها في الخليط ده او في الكميه بتاعتي. فبحط الملح الاول وبعدين اصب ميه، الميه تكون معقمه يعني تكون غليت وبردت لوحدها من الكتل عشان تبقى ميه يعني متعقمه وصح خلاص. بصوا ما بقاش لي اثر للايه للملح، ازاي شايفين الملح ده بكله. مع الوقت اللون الغامق بتاع الزيتون ده هتلاقوه بدا يفتح، بصوا بقى يفتح 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 لما لونه هيبقى زي اللي انا هوريه لحضراتكم دلوقتي. بصوا هيبقى ازاي بعد بقى ما بيفتح وبيستوي، تعالوا كده اهو، ده بقى متضاف له الملح ومتضاف له الخل ومتضاف له زيت زيتون، شايفين اللون اهو تمام.
يبقى احنا اول ما بنعمل المرحله دي وبندوب فيها الملح، انا بسيب الخمسة كيلو دول لو انا عامله البرطمان كبير شهرين. بعد الشهرين باخد الميه دي اصفيها، اشطف الزيتون، احط فيه ميه جديده متعقبه، وبعدين اضيف عليه كوبايه خل وشويه من زيت الزيتون، وتقفلوه وبعد اسبوع تاكلوه بالهنا والشفاء عادي جدا ما فيهوش اي حاجه. عايزين تعملوا الطريقه اللي هي على الجاف، ان الملح يتحط الاول وتقفلوه من غير اضافه ميه ويسرد هو الميه والمرار، ده بيبقى اسرع شويه في الوقت. لو حابين الطريقتين موجودين، وادي الزيتون بتفضلوا سايبينه في الميه بتاعته كده، انا ما بشيلوش منها، بحطه في علبه في الثلاجه، ودلوقتي هقدمه في طبق علشان يفضل ماده حفظ. وتعالوا بقى نستسمح حضراتكم في استراحه بسيطه، نرجع بعد الاستراحه نشوف اخبار المبكبكه ايه. بصوا كده قبل ما نطلع، هي دي بقى المقصود بيها مبكبكه، هنرجع نوريها لكم بعد الاستراحه في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. بصوا بقى بدات تبكبك تعمل البابلز الحلوه دي، الريحه حلوه قوي، وكان نفسي يبقى عندنا شويه التوابل الحلوه بتاعه الليبيه الجميله. اللحمه خلاص دخل على سوا، اللحمه مش من الـ يعني مش هتاخد سوا كتير الحمد لله، احنا بنجيبها علشان الناس تعرف تاكل. بصوا كده هناخد بقى ايه شويه المكرونه الحلوه دي، شايفين الجمال، تسلم الايادي. هنقلب تقريبا كده، الله، معانا ام اسلام حبيبه قلبي. يا حبيبه قلبي انت فين؟ انا اهو، وحشتيني جدا. انت اللي وحشتيني اكتر والله. انت فين مختفيه ليه؟ لا مش مختفيه، انت عارفه بقى ظروف اسلام. طب ربنا يطمنك عليه يا رب دايما نسمع الخير عنكم كلكم يا رب. يا رب يا حبيبتي يا رب. بتوحشيني وانت كمان والله اكتر حبيبه قلبي. والله ربنا يديك الصحه والعافيه يا روح، كل حاجة والله يا عزيز، حياة قلبي، ربنا يسعد قلبك ويخليكي لينا يا رب. تسلم ايدك يا حبيبتي على كل حاجة. تسلمي يا عمري، ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويخليكي لينا دايما كده منورة الدنيا. تسلمي لي دايما معانا ومنورين في قناة الأهلي كلكم بجد. دايما قناة الأهلي، والأهلي منور دايما. أمين يا رب العالمين. يا أمين. رب من تقدم لتقدم لي يا رب دايما. أمين يا روح قلبي. أمين يا رب. امين يا روح قلبي. حبيبتي تسلم ايدك على كل حاجه يا قلبي. تسلمي يا روحي، تسلمي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، ربنا يخليكي لينا دايما يا حبيبتي. امين ويخليك لكل كرو البرنامج يا حبيبتي. يوصل يا روح قلبي، بيسلموا عليكي في الكنترول. الله يسلمك يا حبيبتي. تسلمي يا روح قلبي، في حفظ الله يا روحي، مع الف سلامه حبيبه قلبي، مع السلامه. انا هديت النار شويه عشان انا مش عايزه المكرونه بقى تلزق، فانا ايه مع التقليب كده زودت شويه مرق طبعا علشان تستوي. تمام، حط بقى هنا الزيتون، احنا زي ما اتفقنا شوفوا بقى شكل الزيتون بعد ما طلعناه. طبعا يعني كان لازم يبقى فيه حاجه عينه، على فكره هو معمول بقاله شويه، بقاله اول ما نزل الزيتون، بس كان لازم نجيبه تشوفوه حقيقي لانه بيفرق. فانا عملت كنت برطمان الحجم اللي حضرتك شفتوه ده، عشان كده البرطمان الصغير ده ما بياخدش وقت فيه التخليل، وبياخد تقريبا 100 جرام من الملح، لكن الخمسة كيلو 400 جرام. خلاص بنحط الملح الاول وبعدين نصب الميه زي ما اتفقنا عشان تبقوا ضمنتوا. طيب النهارده وده بيبقى كده غامق، بصوا بقى بيفضل يفتحها، تلاحظوه في البرطمان يفضل يفتح 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 لما يوصل للمرحله اللي حضراتكم شايفينه فيها دي، تاكلوه بالف هنا وشفا ان شاء الله يعجبكم، هتبطلوا تشتروه من بره خالص. وبعدين في منه انواع كتير، في منه البكوال نازل جميل جميل. تعالى ناخد ام حماده. فراوله، يا فراوله حبيبتي قلبي، فراولتي انت بتسالي عليا يا روح قلبي. يا فراوله عامله ايه؟ وحشتيني والله. والله ما انا وحشتك، ما بتساليش عليا ليه؟ والله يا فراوله انا يعني كل اصحابي بيقولوا لي كده، حتى اخواتي والله بيقولوا لي كده. انت غاليه عليا وانت بس انا برد عليكي على الماسنجر، اوعي تقولي كده. لا 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 اقصدي لا، بترد على اختي ام اسلام وانا لا. لا انت بعتلي اخر مره وانا رد عليكي يا ام حماده. حبيبه ارجعي بصي طيب يا فراوله، ارجعي بصي على الشات هتلاقي ان انا بعتلك اخر حاجه. اسلم على ام اسلام حبيبتي، واقول لها ربنا يخلي لك اسلام يا رب. امين امين امين، وتطمني عليه يا رب. امين يا روح قلبي، امين يا حبيبي، ويخليكي ويخلي لك احفادك. وانتي قوي يا فراولتي والله، وانتي قوي، وانتي قوي قوي. ايدك على كل حاجه بتعمليها. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي. عايز اقول لك حاجه عظيمه. قولي قولي يا روحي.
انا محتاجه تليفونك ضروري ضروري. لتليفوني انا؟ اتصلي بيا. طب ما هو انت معاكي الرقم. ما حضرتك مش بترد عليا. لا ليه؟ ليه؟ معرفش. ليه انت ما بتعوزيني تبعتيني على الماسنجر؟ انا برد عليكي على طول، برد على كل الناس على فكره. لا انا عايزه تليفون، اصل الكتابه بتبقى تقيله على ايدي. بصي بقى انا هقول لك على حاجه عشان بس الناس ما تزعلش. والله 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 انا اقسم لك بالله، انا اخواتي نفسهم لما بيبعتولي بتضيع مني حاجات في الشات والناس بتزعل مني، فانا برد على الناس اللي هم بيتابعوني قبل ما برد على المقربين مني، وبرد على الماسنجر وبهتم بيه لانه تواصل اسرع. واكذب عليكي لو قلت لك ان انا ممكن تتصلي بيا واكون غصب عني ما بردش، لكن لو بعتي حاجه هفتحها وهشوفها. انا بقولها لك وبقولها لكل الناس، لان انا كل يوم عندي الاف، انا في مسجات بتترحل تحت والناس بتزعل مني فاكره ان انا ما فتحتهاش، فانا بفتح الماسنجر اول حاجه. عشان كده الماسنجر بالنسبه لي وسيله سهله للتواصل لكل الناس. او لان انا بصي انا كمان هديكوا رقم، ورقم مش هرد عليه، انا ما بردش على ارقام غريبه، وعقبال ما اسجل الرقم هبقى بضحك عليكم. انا فعلا دي حقيقه، التواصل على الماسنجر بالنسبه لي حاجه سهله جدا، وحضراتكم بتكلموني وانا اللي برد بس. فابعتي لي اللي انت عايزاه وانا هتواصل معاكي ما تقلقيش. وتسلميني ويسلم ذوقك، وانت عارفه غلاوتك عندي بجد يا فراوله. لكن انا بجد صريحه، لان في ناس تقول لك ايه هات الرقم اديك الرقم وما ردش عليه، طب بديه لكم ليه؟ دي حقيقه فعلا. طيب تعالوا بقى نتكلم عن مقادير هنعملها النهارده بقلاوه، بس احنا مش هنعملها بالعسل ولا هنعملها باي حاجه من الحاجات الثقيله دي، هنراعي فيها يعني ايه مرضى السكر شويه. انا اديت دهنه زبده او سمنه واحده، وتقدروا تستخدموا السمنه البلدي منها حاجه بسيطه قوي ندي طعم. تعالوا نقول المقادير. عندي لفه من الجلاش، وممكن لفه من مكسرات مشكله زي ما انتم عايزين، لوز، جوز هند، حاجات خفيفه بسيطه. وعندي فانيليا، وعندي زيت على سمن، عندي كوبايتين لبن سخنين، مش عارفه هما فين بس تمام. ايوه مش لاقياهم يا روحي. هنا، يمكن هنا. طيب وعندي كمان سكر هستخدم فيها السكر الدايت. طب هستخدمه ازاي؟ هتستغربوا، ما تستغربوش، انا هعملها بديل للشربات. انا هسقي باللبن بديل للشربات. تعالوا كده نبدا نشوف هنعمل ايه في الحاجه بتاعتنا دي. اولا هدفي اللبن هنا جنب حضراتكم، واللبن ده لما هدفيه هعمل كالاتي. هحط فيه السكر الدايت، وهو ده اللي هسقي بيه الايه اهم. ادي كوبايتين، دول كتير كمان، لكن احنا ان شاء الله هناخد اقل من كده يعني. خلاص للناس اللي بتبقى عايزه تاخد حاجه فيها سكر بسيط وميبقاش متعب. بصوا هنا ادي المبكبكه بدات بقى ايه المكروني تستوي، وكل ما بتستوي تبدا تتشرب من الصوص. واحلى حاجه فيها انها تبقى جوسي شويه، هي ما بتبقاش ناشفه، بتبقى جوسي يعني فيها نسبه صوص. طيب ناخد معانا تليفون. انا هبدا كده افرد هنا ورقه الجلاش وهشتغل جنب حضراتكم. معانا زياد، اهلا وسهلا. ايوه لو سمحت. اهلا بيك يا زياد، اتفضل. ايه لو كنت على فوائد الزبانه. ايوه اتكلمنا عنها امبارح، حاضر من عيني، اقولها لك تاني. حاضر من عيني يا زياد. بصوا كده احنا اشتغلنا بيها امبارح يعني وصفات جميله. هاخد من الجلاش، عايزين تقصوها على القد، مش عايزين، انا ما احبش الحقيقه اقصها، بحب الحروف دي تعلي كده الجناب وتبقى هشه. هاخد يعني طاسه خفيفه صغنونه اسيح فيها بس معلقتين زيت صغننين. ممكن اخد اهي مع سمن هنا. اللبن لازم يكون سخن قوي، مش سخن قوي يعني دافي فاتر. خلاص هحط كده معلقه صغيره من السمن، وهحط معاها معلقتين زيت بس. انا مش هاخد الكميه دي كلها، بس انا مش عايزه اكتر من كده، هسيبهم هنا بس تفك السمن شويه. وهاخد بين الطبقات، انا هاخد من الناتس الخفيفه اللي هي فيها لوز خفيف
وفيها مقرمشات زي الجرانولا بتاعة الشوفان، عارفينها؟ يعني تقدروا تحشوا بالحشو الجميل ده، الحشو ده رائع. هاخد كده من الورقات، مش هحط كتير من طبقات الدهون يعني كتيرة، حاجات بسيطة كده. وناخد أم جوزيف. يا شوف عظيمة. أهلا أهلا حبيبة قلبي أم جوزيف. حبيبتي ازاي؟ وتسلم ايديك. الحمد لله، تسلمي يا روح قلبي. حاجه جميله النهارده، ربنا يخليك يا رب. الله يسعدك حبيبتي، تسلمي. انا ليا سؤالين يا شوف عظيمه، يا رب اموري يخليك. اموري حبيبتي. الامر لله وحده. اولا نطلب في قناه الاهلي ان هي تعمل لنا عدد البرنامج، يا رب يخليك. حاضر. لو حاجه فاتتنا نقدر نشوفها في العايده. حاضر يا حبيبتي ان شاء الله. حاضر من عيني. ثاني سؤال بقى، الزيتون الاسود اللي حضرتك عملتيه، انت يعني اول ما صرتيه عملتيه للعامله اللي قدامنا دي، ولا انت كنت حطاه في ملح قبلها مثلا باسبوع او يومين ثلاثه؟ لا دي اول خطوه لسه بعملها يا مجازيف. ده اول خطوه. ايوه اول خطوه، اول خطوه. طب خلاص انا هجيب، خلي بالك وهعمل زيك كده. بصي انا بيقولوا لي اهو في الكنترول مبدئيا نشوف الحاجه اللي بتنزل بالحلقات على السوشيال لحد ما ان شاء الله ربنا كريم يبقى في اعاده ان شاء الله. انا عارفه النور كان قطع عندي امبارح، وكنت يعني بتمنى النور يجي يا حبيبه قلبي. ولما عملت اللايف بقيت فرحانه امبارح يا حبيبه قلبي، ده من حسن حظي والله. ربنا يا ريت تعملوا تاني اللايف ده على طول ان شاء الله. من عينيا من عينيا يا مجد. تسلم عينيكي. تسلم يا حبيبه قلبي. قلبي الله يخليك. شكرا ليك. مع السلامه. عايزه اقول لكم ايه، بصوا كده حاجه خفيفه جدا، انا مش بعمل اكتر من كده، من 2 حروف بس كده خلاص. وناخد كده رشه خفيفه جوز هند، ورشه من المكسرات اللي هي يعتبر فيها بصوا لوز خفيف، وهي زي الجرانولا او يعني قريبه منها، فيها شوفان وحاجات جافه مجففه. بصوا اللوز خفيف، حاجات بسيطه جدا. وبعدين هناخد كده، انا بعمل بين الطبقات كده، وبعدين هاخد خلاص طيب بصوا كده وناخد فاطمة. اهلا وسهلا مدام فاطمة. اهلا بيكي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله يا فندم. منورة قناة الاهلي. الله يبارك في عمرك يا فندم، منورة بوجودكم. يا ربي يخليك يا حبيبة قلبي، ما تحرمش منك ابدا. الله يكرمك تسلمي. بس سؤال صغيرنا كده معلش اتعبك فيه. اموري. يا ربي يخليك الامر لله. كنت عايزة اعرف بس مقادير يعني المظبوطة لكفتة الرز، يعني اللحمة احط عليها كيلو رز، عليه كيلو رز حطي له نص كيلو لحمة. كيلو رز حطي له نص كيلو لحم بس. لو انت عايزه تعملي المقادير هتطلع معاكي مظبوطه، والخضره شبت وبقدونس وكزبره، ولو عندك عودين بصل اخضر ماشي وراس توم، والتوابل ملح فلفل 7 بهارات، ما بنحطش اكتر من كده. وعايزه تقطعي اللحمه بقى جملي هناك عند الراجل ويعملها لك، مفيش مشكله، اللي يريح حضرتك يعني. في النهايه نوع اللحمه ده يرجع لحضرتك. في ناس بتعملها كيلو الكيلو، وفي ناس بتحب تعمل هي كيلو لنص كيلو برضو بتبقى كويس، او كيلو رز كيلو لربع لحمه بتبقى حلوه، بس هتستمتعي بيها جدا وهتبقى جميله وصحه وهنا على قلب حضرتك. طيب هاخد كده وهنتكلم عن السبانخ. سبانخ طبعا نسبه حديد عاليه جدا. السبانخ في نوعين منها، اللي هي بتستخدم في السلطه البيبي دي، في منها السبانخ بتاعتنا اللي هي الكبيرة اللي ورقها كبير بتطبخ. خليني بس أبص على بصوا بقى، ادي المكرونة المبكبكة شايفين بقت جميلة ازاي. هي شيماء نايمة ولا ايه؟ نامت؟ نمتي يا شوشو؟ انت فين يا حبيبتي؟ ماشي. بصوا بقى كده، احنا عندنا مقادير كفتة الرز ولا لا يا لولا؟ ممكن نعرضها على الشاشة عشان لو اصدقائنا عايزينها برضو.
كده بصوا. السبانخ مش المفروض على فكره ان احنا نغليها كتير ونخليها تتعرض لل يعني ان احنا نقعد نحط فيها مثلا نسيبها تطبخ وقت طويل، لا يا دوب هي اصلا بتنزل على طول في ثانيه. فحضراتكم راعوا القصه دي علشان تستفيدوا بالفوائد بتاعتها، ان هي نسبه الحديد فيها عاليه، مضادات اكسده فيها عاليه، وهي مهمه جدا للناس اللي عندهم انيميا، وبتمنع الـ يعني الجروينج او اللي هو النمو بتاع لا قدر الله الخلايا السرطانيه. وفيها نسبه بوتاسيوم كمان كويسه جدا، بتساعد على ان يبقى يعني ما فيش تصلب كده في الشرايين. هي مفيده جدا. هي كمان الناس اللي عندهم كبد بيراعوها شويه، الناس مرضى الكبد بيراعوا السبانخ شويه، الحاجات اللي بيبقى فيها نسبه حديد عاليه ما تبقاش حبذا قوي لمرضى الكبد قوي. بصوا بقى انا هحط كده على الوش، اصلا كمان فيها فيتامين دي وبيحسن كمان بشره الوش، وفيها فيتامين الف. في ناس بتحب تحطها في الدايت طول الوقت او تاكلها كنظام صحي يعني، لان هي فيها كمان فيتامين دي وفيتامين الف بشكل كويس. بصوا كده. في ناس بقى بتبقى ممسكه كمان بتحب السبانخ، بس خلوا بالكم برضو زيادتها عشان نسبه الحديد اللي فيها ساعات بتعمل كده امساك، بس يعني ناخدها باعتدال. مهمه. بصوا انا حطيت حاجات بسيطه جدا جدا، وتعالوا هنا عايزه اقدم المبكبكه. هاخد بس ايه، اخد لوش هنا هنقدمها بقى. بصوا صلصلت كده وبقت ما شاء الله تبقى جوسي كده. بصوا بسم الله كده. بسم الله. تسلم ايديكم، ميرسي. اوكي بسم الله. طعمها جميل جدا، ريحتها حلوه قوي قوي، تبقى جوسي كده وحلوه. بصوا طبعا هي يعني طريقه اكلها لازم تبقى سخنه، يعني ما ينفعش تتاكل بارده، لازم تبقى سخنه قوي زي ما احنا مقدمينها لحضراتكم كده، وتاكلوها صحه وهنا على قلب حضراتكم. دي المبكبكه، يلا بينا ناخد رشه بس كده من حاجه خضراء. بصوا كده. الله تسلم ايديكم، تسلموا يا حبايب قلبي، ان شاء الله تعجبكم باذن الله. ميرسي ليكم. تعالوا بقى نقدمها هنا كده. بصوا بقى هنشد دي وهنبدا. تسلم ايديكم، ميرسي روعه. هدفي بقى اللبن هنا. تعالوا بقى نقطع، احنا كده خلاص خلصنا الحاجات بتاعتنا. حلو الكلام. هاخد بس نقطه في اللبن هنا، نقطه فانيليا، وهاخد السكر الدايت سيسل، هاخد منه بصوا 2 باكت. الباكت الواحد بيعادل معلقتين سكر حلوين، يعني بيسكر بشكل حلو. انا مش محتاجه اكتر من كده، فانا هاخد بصوا السيسل اهو، هحط بقى ايه شويه منه كده. ادي اول باكت وادي التاني. عايزه اقول لكم ان احنا اتفقنا ان هو بيساعد في تخفيف الوزن. الناس اللي بتعمل دايت او عايزه تحافظ على معدل كميه السكر الابيض اللي بتاخدها على مدار الوقت، ان هي تقنن منها بشكل كويس. السكر الدايت نقله لهذا، وطعمه حلو. عايزه اقول لكم كمان يعني مش بيضايقنا، يعني في اطعمه من السكر الدايت بيبقى طعمها وحش،
بتمرر وبتغير طعمها، ده لا وبيدخل على السخن، فانا اقدر كمان اعمل بيه مخبوزات. بصوا بقى هبدا كده ايه اعمل البقلاوه اللي احنا عملناها دي. انا حاطه اللي هي حاجات الشوفان، مقرمشات الشوفان، حطيت معاها جوز هند ولوز بس، خلاص بنسبه برضو تناسب حضراتكم كده. ما بفتحش قوي عشان الورقه دي في الفرن ما تفتحش، ما بقطعهاش للاخر عشان ما ما تروحش من الحراره يتغير شكلها او تتلف تترول كده. خلاص كده تفضل ماسكه نفسها وهتبقى حاجه خفيفه ولطيفه. والميزه بقى انها مختلفه عن العسل وعن الشربات وعن كل حاجه. ندخلها الفرن حراره هنا على 200، انتوا ممكن تخلوها على مثلا 180 اذا في وقت يعني ليكوا. انا حطيت السكر وبدا يغلي، خليني بقى اقلب كده مع الفانيليا، ما مش هعمل حاجه اكتر من كده. خلاص هو ده اللي انا هسقي بيه الجلاش بتاعي. بصوا كده هقلب بيه، حطيت رشه فانيليا والسكر السيسل الدايت بس كده. اهم حاجه يكون نوع حضراتكم تثقوا فيه، يكون بيدخل على السخن، طعمه مش بيتغير، خالي من ماده الاسبرتام، لان هي زي ما قلت لحضراتكم بتبقى بتقتل البكتيريا النافعه الكويسه اللي بتبقى جوه البطن، وعلى اللونج ران بيقال انه بيعمل امراض وحشه. احنا بنحاول نشوف الحاجات اللي هي يعني ايه متفق عليها. اسمحوا لنا كده، احنا ده ايه اخر فاصل؟ طيب ايوه قولوا لي كده يا اولاد. طيب احنا بقى هنستسمح حضراتكم في ايه بقى استراحه كده صغيره، وبعدين هرجع نعدل كل الحاجات اللي حوالينا دي، ونرجع نرد على شويه اسئله كانت جات لنا ان شاء الله على الوصفات اللي طلبت مننا، هنرد عليها دلوقتي وننزلها لحضراتكم بعد الاستراحه. في انتظاركم. رجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. بصوا بقى احنا بنجهز لعصير حلو قوي، بما ان بقى في بنجر وعندنا الرمان بسم الله ما شاء الله موجود في السوق كويس جدا، وقربت الفراوله تنزل، بدات كده ايه يعني تبدا تنزل في بعض الهايبرز الكبيره، لكن لما تحلو اكيد هتجيبوها طبعا. هنبدا بقى نستعد لتفريز الحاجات الحلوه دي قبل رمضان ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين وربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. فعايزين نقوي مناعه الولاد بقى الفتره دي بحاجات هيلثي كده وصحيه وجميله، ما بين البرتقال وما بين الجزر والرمان والبنجر والفراوله. خلينا نشوف كده. بصوا بس على الجلاش. لا يا نودي. طيب يا حياتي هاخدها حاضر. عايزانا ندعمها يروح. لا مش هطلعها، انا بس عايزه اوريكم شكلها، بقلبها كل شويه عشان عايزاها تطلع معايا اهي. هسيبها بس تاخد كده. شوفوا بقى الورقه بتطلع ازاي لو انا فصلتها، تطلع على الوش خالص، عشان كده بفضل شبكاها يعني ما بقطعهاش للنهايه تبقى مربع سليم. امتى تنفع اعملها كده؟ لما اكون هغمرها بكميه سمن زي البقلاوه السوري والحاجات الحلوه كتيره، فبتفضل ماسكه نفسها فبفصلها تماما. طيب انا الليمونه انتوا حاطينها لي هنا، الله ده انا هاخد بقى الليمونه دي، يا اما عندنا برتقاله او ليمونه، فانا هستخدم الليمونه الاضاليا عشان ايه ندعم العصير بتاعنا. طيب اهم حاجه في الليمون ان حضراتكم ما تستخدموهوش في السخن، يعني ما تغلوش الليمون، ما تغلوش الليمون، ما تحطوش في ميه بتغلي، لا، عشان الفيتامين سي بيتكسر في الميه السخنه، ما ينفعش، مش هستفيد منه خالص. فاما عندي برتقاله انا استخدم الليمون الاضاليا بما انه موجود عندي ندعم بقى فيتامين سي. طيب يلا بينا نتكلم. انا عندي كوبايه من الرمان، بنجرايه او ممكن اخد نصها لو هي كبيره على حسب انا هعمل لكام فرد في الاسره. طيب انا هحلي، عندي نوعين من التحليه، اما هشربه من غير سكر خالص لان في الرمان نسبه سكر، ولو ان على فكره خلوا بالكم احنا اتكلمنا عن الرمان وقلنا ايه انه من اقل الحاجات، يعني الناس اللي عندها مقاومه انسولين الرمان مناسب ليهم جدا، الفراوله مناسبه ليهم جدا، الكيوي مناسب ليهم، الاسفل الافوكادو، الحاجات دي كلها ما بتعليش السكر خالص. لو تلاحظوا حتى زمان كانوا اهالينا حطوا لنا سكر على الرمان وسكر على الفراوله، ان هي نسبه السكر فيها ما هياش كتيره، وفيها فيتامين سي عالي جدا، فيها نسبه يعني فيتامينز عاليه جدا هنتكلم عنه دلوقتي. بس اول ما نبدا في يعني الرمان والبنجر فيهم فوائد هايله جدا. تعالوا بقى نبدا كده ناخد ايه كوبايه الرمان. طيب البنجر ده من الحاجات الرائعه لمرضى الكبد اولا، ثانيا لمرضى القلب، الناس
اللي هم لازم يشربوا عصير طول الوقت، البنجر مناسب ليهم قوي، بيدعم كرات الدم الحمراء كويس جدا. الناس اللي عندهم انيميا والاطفال اللي عندهم انيميا البنجر هايل. سعرات الحراريه فيه قليله، فدي من الحاجات الحلوه جدا. اعملوه بقى سلطه، اعملوه مسلوق، كلوه كده. هو فيه نسبه سكر كمان، الناس بتعمل دايت بتستخدمه كتير جدا في السلطات، ولانه غني بمضادات الاكسده بيحطوا عليه ساعات الجبنه القريش، يحطوا خس وجبنه قريش والبنجر ده مكعبات مسلوقه وبياكلوها كده. بيدي طاقه كويسه جدا للجسم الحقيقه يعني. هنتكلم بقى عن الرمان اللي انا حطيته اول حاجه. ده الرمان يعني اولا مفيد جدا للبشره، مفيد جدا للمناعه، بيقوي المناعه جدا، وكمان بيقوي الذاكره. بصوا كده انا هطلع بقى ده، خليني بيمنع الزهايمر. خليني احط هنا وهبدا اجيب اللبن سخن قبل ما نبدا في هنا، معلش اسمحوا لي انا حاطه هنا النار دافيه عشان اسقي بيه. خليني اخد كده ايه كبشه او اتنين اللي احنا حطينا عليه السكر السسل ورشه الفانيليا، سخن جدا. بسم الله. بصوا بقى احنا كده مش بنسقي بشربات، مش بنسقي باي حاجه عسل ولا حاجه، احنا حطينا يا دوب السكر الدايت هنا مع اللبن. بصوا بقى كده طعمه هيبقى جميل. لبن ممكن يبقى خالي الدسم او ممكن يبقى لبن عادي بتاعنا بتاع اللبان العادي. انا بصراحه ضد حاجات خالي الدسم دي يعني ما فيهاش بروتين، ما فيهاش فايده، بتبقى زي قلتها زي ما بيقولوا يعني. بس على حسب كل حاله يعني. بصوا الريحه بقى، الريحه بتاعت اللبن لما نزل على الجلاش ده، عارفين لما تعملوا فطيره، الفطيره اللي هي بيقولوا عليها ايه يا اولاد، سكريه بتاعت، ايوه ابو غاشه يا سبايدر الله ينور عليك. بصوا بقى خلاص انا مش هحط تاني، انا هسيبه بقى على كده. الطعم روعه يعني، هيجرى ايه لو كلناه كده؟ رشه قرفه صح؟ حاضر. اللي عايز بقى قرفه ممكن بقى تتحط مع المكونات اللي هي الايه الحشو، هتبقى رائعه جدا. الحشو مع الايه الشوفان مع اللوز مع شويه الجوز الهند تبقى رائعه. طيب هنشيل بقى دول هنا. ايوه حبيبي، يا ماشي حبيبتي مفيش مشكله. نتكلم بقى عن الرمان، نكمل حديثنا. عايزه اقول لكم الرمان ده مضاد للالتهاب رائع. خلوا بالكم بس بيعمل امساك شويه. طبعا تحسين عمليه الهضم بشكل جميل. هناخد كده من البنجر ايه ثلاثه كفايه، لانه كمان غني بنسبه بروتين حلوه وبيساعد كمان في حرق الدهون، حلو للناس اللي بتخسس. طيب تعالوا بقى انا عايزه اشيل ده احطه هناك هنا على الايه على التقديم علشان نقدمه. بصراحه روعه. يبقى احنا اكلنا حاجه مسكره بس مش مسكره قوي، وريحتها روعه وطعمها هيبقى احلى الحقيقه من المتعارف عليه. طيب انا هاخد لو عندي فراوله هحط ثلاث حبات فراوله او اربعه، هتبقوا دعمتوه جدا. بس انا هحط هنا الليمون، لو عايزين تحطوا برتقاله ماشي، عايزين تحطوا الليمون زي ما انا حطيت ماشي. خلاص انا هعمل كده. ادي نص العصير الليمونه، وبعدين عايزين بقى تحطوا معلقه عسل واحده، اوكي. عايزين ما تحطوش خالص، افضل حاجه انكم تشربوه من غير، لانه ده فيه نسبه سكر اي نعم بسيطه، بس خلينا ندعم بمعلقه عسل. خلاص معلقه كبيره بمقام معلقتين صغيرين، يعني معلقتين الصغيرين دول يعادل معلقه كبيره من معلقه الاكل. وهننزل مقادير كفته الرز لاصدقائنا عشان تبقى موجوده عند حضراتكم، وهاخد كده قليل بس من الماء بس كده، مش عايزين اكتر من كده. بسم الله. وادي كفته الرز قدام حضرتك علشان لو حبيتي تصوري المقادير. معلش يا اولاد احنا مش هنحط كرفسه، هو كرات المفروض. خلوا بالكم انا مش هصفي الرمان احنا اتفقنا ان الرمان هناخده زي ما هو، عشان اتفقنا نستفيد بكل حاجه موجوده فين في حبه الرمان. بسم الله. والبنجر ما سلقتوش.
ليه بقى بنحط رمان وفراوله؟ عشان الطعم. تلاقوا بقى طعم البنجر تقننوه شويه وطعم الفراوله هيبقى احلى. الفراوله دي بقى من الحاجات الرائعه، بتحمي من جلطات القلب. وعايزه اقول لكم اصلا كمان فيها مضادات اكسده عاليه وفيها فيتامين سي وبتحسن المزاج. بسم الله. تعالوا بقى ناخد العصير القمر ده. تقدروا تزودوا ميه لو حابين تخفوه عن كده، مفيش مشكله. بس طبعا العصير ده كافي وشافي زي ما بيقولوا، شافي وكافي. تستمتعوا بيه طبعا. وخلينا دايما نبدا نعود الولاد قد ما نقدر انه تقليل نسبه السكر شويه 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 لحد ما نبدا نظبط القصه دي، لانه عموما كل انواع السكر يعني زي ما بيقولوا ايه محتاجه تقنين. التقنين ده جميل في كل حاجه حتى لو مفيده. النهارده عملنا ايه؟ عملنا الزيتون الاسود، خليناه بطريقه سهله وبسيطه. قلت لحضرتكم على طريقتين. طريقه اما ان احنا بنحط الملح على الجاف وبنقفل وبنسيبه من غير اضافه اي حاجه خالص لحد ما هو يسرد الميه بتاعته في خلال اسبوع ل 10 ايام، وبعدين نتخلص منها ونشطفه ونحط له المحلول الثاني اللي هو بيبقى فيه نسبه الخل والميه. يا اما بنحطه من الالف للياء على الخمسة كيلو زيتون، قلنا بنحط 400 جرام من الملح. واوزنه، اوزنوا الزيتون واوزنوا الملح. وبعدين بنحط الخمسة كيلو في البرطمان الكبير يكون معقم ونضيف، وبعدين نحط عليه الملح الاول، وبعدين نصب الميه المعقمه اللي احنا اتفقنا ان احنا فلترناها يعني غليناها وبردت خالص تماما. خلاص؟ وصبيناه عليه، بنقفله وبنسيبه لمده شهرين لو البرطمان ده فيه كميه الخمسة كيلو. طيب لو انا عامله برطمان صغير زي ده هياخد له اربع اسابيع ثلاث اسابيع. انا يعني في اللي احنا طلعناه ده كان فيه واحد معمول من شهر لثلاث ايام بالظبط عشان ابقى واضحه، اللي هو في الطبق اللي متقدم ده اللي هو افتح قدام حضراتكم باصبح الزيتون. وريتكم الميه بتاعته كان شكلها عامل ازاي. يا دوب اضفت في المرحله الثانيه اللي هو الخل، واضفت ميه نظيفه ومعلقتين من زيت الزيتون وشكرا، واصبح للاكل. طيب عملنا كمان النهارده المبكبكه على الطريقه الليبيه، لكن نفتقد التوابل الجميله الليبيه، لكن حاجه من ريحه اهل ليبيا تحيه ليهم. وعملنا الجلاش او البقلاوه بس بطريقه بسيطه اللي هي نبعد عن السكر. استخدمنا فيها لبن مكان الشربات، استخدمنا مكان السكر حطينا سكر سيسل او سكر دايت اي نوع يريح حضراتكم، وغلينا اللبن والفانيليا وحطيت 2 باكت من السكر اللي بيحلي 2 معلقه. وبعدين عملت الجلاش عن طريق ان انا ما حطيتش نسبه دهون عاليه خالص، كل عملته اللي هو 3 معالق زيت ومعلقه سمنه، دوبتهم وخدت بالفرشه يا دوب خطيف مش بين كل ورقه والتانيه، ده بين كل 4 ورقات احط كده تاتش خفيف. خلاص حشيت بايه؟ حشيت بالشوفان اللي هو زي الرقائق الذره الصفراء بس في منها شوفان تتباع. خدت الشوفان وخدت معاه في منها بيبقى معاه لوز كده، هي منها العلبه كده على بعضها، فانا اخدت منه وحطيت معاهم شويه جوز هند. خلاص وفرشتهم كده، اللي عايز يحط تاتش قرفه ماشي، الناس اللي بتتعب من القرفه بلاش. وبين كل راق او اتنين احط خفيف كده. وبعدين قطعته بشكل لطيف، دخلته الفرن حراره 180، بدا ياخد اللون الخفيف. وبعدين خرج، رحت ساقياه باللبن الدافي اللي هو فيه الفانيليا والاثنين باكيت سكر دايت اللي كل واحد بيحلي 2 معلقه، ورحت مدياه. طبعا الريحه كانت رائعه لان هو مدي زي كده بين الفطير زي ما قلت لحضراتكم بين البقلاوه، بس حاجه لمرضى السكر يقدروا ياكلوا منه يعني بكم قليل ويقدروا يذوقوا حاجه حلوه. والناس اللي بتحافظ عايزه تاكل هتاكل. فيعني تغيير. ان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي جاي يبقى فيه حاجات حضراتكم طلبتوها معمول بناء على طلب حضراتكم. وزي ما قالت مدام منال عايزه البولوبيف من عيني، ان شاء الله يوم الاحد الجاي يبقى نعمل البولوبيف مع بعض باذن الله في البيت. ولو ليكم اي طلب في اي حاجه خاصه بالمصنعات ان شاء الله بعدها نعمل التونه، لان انا عارفه ان التونه بقت غاليه قوي واحنا نقدر نعملها من السمك بشكل جميل. ان شاء الله هنعمل لكم حاجات حلوه. ليكم اي طلبات ابعتوها، بسعد جدا بطلبات حضراتكم وثقتكم الغاليه على راسي من فوق. اسمحوا لنا دلوقتي نستعد الى الفقره الطبيه، وليكم اي اسئله خاصه بالدكاتره الفاضلين اللي بينزلوا معانا متخصصين في كل المجالات تقدروا نسالهم اي اسئله حضراتكم عاوزينها بعد الاستراحه مع الفقره الطبيه. في انتظار حضراتكم.